رح نبلش اول شيء حركه للصدر. مبدئيا عندنا البنش رح نشتغلها على جالس، يعني على الفلات بنش. عندنا الاكس موجود هون. مبدئيا الادجستمنت تبعها رح يكون الحركه، انا رح اكون اقعد بهالشكل، رجع ظهري لورا، الاكس رح يكون فوقي، ايدي رح يكونوا واسعين مبدئيا 90 ديجريز 90 درجه. بدي احمل الاكس، احمله فول جريب، يكون كامش المسكات كلهم. بنزل لتحت لحديد الصدر، برجع بطلع لفوق، برجع بنزل، برجع بطلع. مبدئيا هيدي موفمنت رح كيف رح نشتغلها، رح فسركم اكثر. بس حط الويتس، الويت ادجستمنت تقريبا الوزن اللي بدنا نكون عم نختاره للويت حسب انا كيف قادر شيل للعضله. بدي يكون مبدئيا الوزن الماكسيموم اللي حقدر شيله بين 10 و 12 مره. نبلش باوزان خفيفه، تقريبا انا وزني بعادل ال 75 كيلو جرام، رح شيل تقريبا 40% من وزني او 30% من وزني. رح استعمل 20 كيلو من كل ميله، الاكس تقريبا فيه 18 كيلو اولمبيك وتشيز، وبيكون 40 ليبرا. رح اشتغلها 10 تايمز. مثل ما قلنا الادجستمنت تبعنا رح يكون اجرين على الارض، اذا عندنا هيدا السبورت فينا نحط سبورت تبعنا اجرينا فوق. الظهر بده يكون فلات، المعده مشدوده لتحت، الاكس مثل ما قلنا بدنا نحط ايدينا سيفتي ليكون كثير منيح فوق الصدر، نزيحه على النص، ايدينا فول جريب كامشينه كله، نطلع فيها لفوق، بدنا ننزلها على نص الصدر، نخلي مسافه تقريبا بين الصدر والاكس شي 5 سنتي، بطلع فيها لفوق. اكيد اهم شيء انا عم بستعمل الحركه كون بعمل اكسيل انهيل، يعني زفي شهيق لفوق عم اتنفس. كمان هون خلصنا حركه الصدر، عم بعمل شوي ستريتشنج نتفه بعد الحركه. فينا نكون مبدئيا عم نعملها بين 10 و 12 مره على ثلاث مراحل. بنكون شوي عم نشتغل على نقوي العضله، ونكون عم نكملها.